هذا المريض هو واحد من عشرات المرضى الذين يتابعون العلاج بوحدة كوفيد-19 بالمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس، وحدة تعمل على مدار الأسبوع وتصل النهار بالليل من أجل تقديم الرعاية الطبية للأعداد المتنامية من الحالات الحاملة للفيروس والحرجة. المشكلة لا تكمن فقط في عدد الإصابات، ولكن بشكل أساسي في الحالات الخطيرة والحرجة والتي نستقبل الكثير منها. وللأسف نسبة الأشخاص الذين هم في حاجة لتنفس اصطناعي مرتفعة، وكذلك معدل الإماتة. Une mortalité importante. D'abord, malheureusement, des sujets âgés ou la jeune, et ni le virus, mais qui arrive l'âge, mais qui arrive les antécédents, qu'est-ce qu'on atteint pulmonaire, chouïa kasha, le traitement qui a fait chouïa dialogue, bashi est négatif à le malade. Du coup, ce qui fait, c'est les mesures d'yannan, chsiatas d'yannan. هذه الوحدة الطبية مجهزة بكل المعدات الضرورية لتوفير الرعاية الصحية للحالات الحرجة التي هي في حاجة إلى العناية المركزة وعمليات الإنعاش، ويشرف عليها منذ ظهور الوباء في مارس الماضي طاقم طبي مؤهل. ونشرت لها تا وحنا خدامين في هذا الشيء. كانوا دازت المسائل اللي دازت خفيفة على دابا. دابا داك الشيء ولات يكثر بكثرة، المرض كثر بزاف. والحالات الاستعجاليه بزاف، والناس يوصلوا في حاله مستعجله بزاف 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 ومقدمه في المرض، ماشي غير عاد بداهم ولا غير حاملين الفيروس. كاينين الناس اللي مرض بزاف وتيوصلوا حاله يلاه تيوصلوا تيتوفاو. إزاء هذا الوضع يدق الفريق الطبي ناقوس الخطر، ويحث الجميع على الالتزام بالتدابير الوقائية والاحترازية لتلافي الإصابة بفيروس كورونا المستجد وتجنيب البلاد الأسوأ.